سيدي عثمان رانا في هذه الخدمة، هذه المهنة، الشعب راه يقيسنا في هذا الوسخ بزاف، وال أكتوب شافيه معمر، دي شي معمر، ورانا نقو في خدمتنا نقيا فرق كاع، نلقاو كلش كاع، اللي الزداج خاطرش نحملو بزداج بيدينا، خاطرش هذه هي الزداج، راه نصيبو الزداج ونصيبو تاع شكارة الحليب. اللبن كلش نسيبو هنايا بلاستيك ساشيه. في 11 سنه انا وياه، ورانا في الديوان الوطني لتطهير، رانا في 11 سنه. حنايا نصيب الحاجه اللي ما تتوقعهاش، حنا نصيبوها، سوا شي سوا شي كسره طعام، هاد السوا اللي حنا ما نصابش في الروكار، بصح حنا نصيبوهم في الروك. كيما يقول لك سوا شي طعام. يعاوننا شويه كل واحد يصلح من جهته. الناس تاني تقوم كل واحد في قرب المنزل تاعو ولا فالور تاعو ينقيه في تفادي اي فيضانات. لاحظنا حنا غير اليوم حنا في فالور وحده كمية الأطربة والمخلفات تفوق أمتر كيوب. حنا الرسالة تاعنا المواطن أنه شوية يعاوننا، ماشي من يسيب شكارة يقول لك أرجع خلي الدولة راه خالص، لا أنا ماذا بيا نرفدها وندير، وعلى الأقل على الأقل نديرها في شكارة ونحطها على جهة.